الو، ايوه هادي. لا بخير، كلهم بخير الحمد لله. لا ما فيش، انا اللي كنت عايز اتكلم معاك شويه. خير يا بهجت؟ خير، ممكن تطلب لي قهوة؟ يا سلام، قوي قوي. سناء، اتنين قهوة مظبوط لو سمحتي. حاضر يا فندم. هيا بقى، قولي. ده موضوع خاص بالشغل. بشغلي أنا؟ لا، شغلي أنا. إيه؟ رفدوك ولا إيه؟ مش للدرجة دي. بس يا عالم، محدش عارف اللي جاي بعد كده هيبقى إيه. هتخلينا في دلوقتي، ممكن أفهم. طبعًا، موضوع سامي لازم يكون ليه تأثير. أنا كنت عارف إن المسألة مش هتعدي بالبساطة دي. أخوك بريء لغاية لما تثبت إدانته يا بهجت. وعشان كده اكتفوا بنقلي. وده بقى اللي مزعلك؟ لا، أنا اللي مزعلني إني حاسس إن بابا مش هيستحمل لو عارف إني مش الظابط اللي هو بيحلم بيه. بابا كان عايزني أبقى وزير الداخلية أو مدير أمن. مش قادر أقول له دلوقتي. طيب خلاص، ما تقولوش. لحد إمتى؟ لغاية لما تشوف القضية هترسى على إيه؟ ما هو القضية مش هيتحكم فيها في يوم وليلة. وأكيد بابا هيحس. لا في وردية ولا في عربية توصلني، ومش هقدر أكدب عليه على طول. خلاص، يبقى ما قدامكش غير إنك تقوله الحقيقة. أقوله إن هما احتمال يبعدوني؟ يا واد، وقفت كده ليه مطاع؟ اقعد يا بهجت. أنا مش قصدي تروح تقوله على طول، أنا قصدي يعني لما يحس، يبقى أقوله إن ده يعني إجراء مؤقت لغاية لما القضية تنتهي. أنت ما قدامكش غير كده. ولو شاطر بقى ما تحسسش بابا خالص، تتصرف عادي وتفك التكشيرة اللي في وشك دي. ايه ولد، ما تفك بقى. ها، اتغديت؟ لا، غيرت هدومي وادوب جيت لك. طيب يلا بينا بقى، انا عازمك على الغدا. لا اتفضل انت. اتفضل انا يعني ايه؟ هي عزومه يا ولد، ده امر. ما انا عايز ارجع عشان اتغدى مع بابا. يا سلام على الالتزام، فجأة كده؟ ده انت عمرك ما اتغديت معاه. يبقى المفروض اليوم اللي ارجع فيه بدري يلقيني جنبه واتغدى معاه، على الاقل افتح نفسه على الاكل. لا انا مش هتغدى يا بهجت. مش هقدر اكل، ماليش نفس يا ولد. روح انت، روح مع امك واخواتك. يا بابا شوفي الساعه بعد كام وحضرتك لسه ما اكلتش. انا مش هقدر ابلع اللقمه يا ولدي، ولو بلعتها هتقف على قلبي، مش هقدر اصرفها. روح انت، روح عشان خاطر امال وابنها. يعني انا بابا جاي من الشغل بدري عشان اتغدى معاك، تقوم تقعدني جعان كده؟ لا يا ولدي، انت ما جايش بدري عشان تتغدى معايا، انت جاي بدري عشان سبب تاني ما عاوز تقوله. سبب ايه يا حاج؟ ما اعرفش، هو سبب وخلاص. طب يلا انزل اقعد معانا على السفره عشان امال زي ما قلت. اهي الدكتوره جات لك بحالها اهي. اختك عارفه. يا بابا انا كل اللي عارفه ان لو حضرتك فضلت من غير اكل كده هتتعب بزياده. مش اكتر من التعب اللي انا فيه يا بنتي. طب ما احنا كلنا تعبانين وزعلانين يا بابا. انتوا تعبانين وزعلانين بس مش زي ولا زي امكم. سامي اخوكم مش ولادكم. تفرق كتير يا بنتي. طب يا بابا خلاص، خلاص ما تزعلش نفسك. انا ما زعلانش. غصب عني يا ولاد، انا ما عارفش اعمل ايه، اكل كيف وسامي مش يده بيد على السفره؟ اكل كيف وانا ما عارفش اذا كان واكل ولا جعان دلوقتي؟ فوتوني في حالي دلوقتي. يا ريتها كانت مساله واكل ولا شرب، كنت صمت العمر كله عن الزاد والميه.